بسم الله الرحمن الرحيم. وسائل يقول: لفظة صالح الأعمال هل ثابتة؟ تقبل الله منا ومنكم. الذي رأيناه بدونها في كثير من الآثار، لكن هي زيادة موضحة، إنما يتقبل الله من المتقين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قول صالح الأعمال بينه لما يتقبله الله، أنه يتقبل صالح الأعمال لا يتقبل غيرها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، خبر يراد به الإنشاء والطلب تقبل. رأي نسأل الله أن يتقبل، ليس مجرد إخبار،